السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الدرس 47 من دورة تعلم الكودينج نيتر فريم ورك. سنتابع حديثنا في هذا الدرس عن الفايل أبلودينج كلاس. سنتحدث عن الإعدادات التي نستطيع أن نضع ضمن مصفوفة الكونفي. طبعا لدينا أول إعداد هو الأبلود باث، تعرفنا عليه في الدروس السابقة، وهو مسار الرفع ملفات اللود تايمز الملفات المسموحه. هو فايل نيم، فايل نيم نقوم باختيار اسم للملف الذي سيتم رفعه، مثلا ايمج على سبيل المثال. في حال انتقلنا الى مجلد الرفع ابلودز الذي قمنا بتحديده، كما نلاحظ تتم عملية رفع الصورة. سأحذف النقم بها ورفع مرة أخرى، مثلا ننتقل هنا إلى الصور الافتراضية بهذا الشكل. كما نلاحظ اسم الصورة مثلا كوالا، مثلا صورة كوالا. في حال قمت بعمل choose file وانتقلت إلى pictures كوالا وأبلود، في حال تمت عملية الرفع ننتقل إلى مجلد التحميلات، عفوا مجلد الرفع. كما نلاحظ إذن Coordinator Course Uploads، إذن تم استبدال اسم الملف بالاسم الذي قمنا بوضعه هنا. في حال قمنا بحذف هذا الخيار واخترنا كوالا أبلود، سنجد أنه قام بوضع اسم الملف الأصلي. من ضمن الخيارات الأخرى أيضا لدينا الـ Overwrite. Overwrite في حال كان اسم الملف هذا موجود يتم استبداله. طبعا الافتراضي هو False، يعني لن يتم استبدال الملف. ففي حال قمنا بوضع Overwrite إلى True، سنلاحظ choose file، سأختار كوالا upload تحديث. إذا تمت عملية استبدال الملف. بالتأكد أكثر سأقوم بعمل تحرير لهذه الصورة، إذا بهذا الشكل choose file كوالا upload. إذا كما نلاحظ تم استبدال الصورة، لكن في حال قمنا بإلغاء هذا الإعداد واخترنا نفس اسم الملف وأبلود، إذا كما نلاحظ قام بإضافة إذا رقم، ترك الصورة القديمة وقام بزيادة رقم ماكس سايز. تعرفنا عليه ماكس ويز وماكس هايت، ماكس هايت وماكس ويز، هذه الخيارات للصور خاصة في الصور، نقوم بتحديد ارتفاع وطول وعرض إذا معين، ماكس ويدث وماكس هايت. مثلا سأختار 10، نوع 10، choose file upload. إذا the image to upload exceed the maximum height or width. إذا الرسالة تقول أن حجم الصورة كبير، حجم الأبعاد وليس الحجم بالكيلو بتات الذي تحدثنا عنه في الماكس سايز. ماكس فايل نيم هو أطول أو عدد المحارف الذي يمكن أن يأخذه اسم الملف. طبعا في الافتراضي غير محدد، فسأحدد هنا مثلا 2 فقط وأضغط على choose file upload. سأحذف هذين الخيارين choose file upload koala upload. كما نلاحظ إذن KOA قام بقص الأحرف. encrypt name، encrypt name يقوم بتشفير اسم الملف.
الافتراضي false في حال وضعنا true واخترنا choose file upload. سنلاحظ أنه تم تشفير اسم الملف، وضع اسم ملف عشوائي أحرف عشوائية، طبعا هذا الخيار الأفضل. remove spaces يقوم بحذف الملفات في حال اسم الملف يحتوي على، عفوا حذف المسافات في حال اسم الملف يحتوي على مسافات، فيقوم هذا الخيار بحذف هذه المسافات. الافتراضي true في حال وضعنا false فسيترك الأسماء الملفات بدون أن يحذف المسافات ضمنها. سنجرب إذا، أضغط choose file، سأقوم بوضع مسافة باسم الملف هذا هنا إذا بهذا الشكل upload. سنجد هنا أنه ترك المسافات. في حال أزلت هذا الإعداد الافتراضي كان إذا true، فسيقوم بإزالة إذا المسافات ووضع underscore كما نلاحظ هنا. إذا بهذا الشكل نكون قد تكلمنا عن الإعدادات، كمال الإعدادات. طبعا نستطيع أن نقوم بوضع إعدادات افتراضية لكامل المشروع عن طريق إنشاء ضمن مجلد config. نقوم بعمل ملف جديد نسميه upload.php ونقوم بضمنه وضع الإعدادات الافتراضية لكامل الموقع، لكن نستطيع طبعا أن نقوم باستبداله. كما نلاحظ هنا لم أضع أي إعدادات، فسيقوم بأخذ الإعدادات افتراضية من هذا الملف. إذا ضمن config upload.php choose file upload. إذا تمت عملية الرفع إذا بشكل ناجح إلى هذا المسار كما هو موجود ضمن هذا الملف. بهذا الشكل نكون قد انتهينا من حديثنا عن الإعدادات. في الدرس القادم سنتحدث عن المعلومات، هذه المعلومات upload data وهي معلومات الملف الذي قمنا بتحميله. بهذا الشكل إذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.